الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما أطيل في الكلام كثير. وطبعا يا أخواننا، من الأسباب التي جعلت هذه الشبهات تنطلي على المناظر، أولا عدم دراسته لمن يناظره، ولو أنه فعل ذلك وأخذ بالأسباب لا رد على الشبه ولا أتى بأباطيل ما يحتاج فيها إلى حمل الكتب. ثانيا أنه داخل المناظرة ما أخذ الورقة والقلم كما يفعل خصمه حتى يكتب جميع النقاط حتى يستطيع الرد عليها، إلى غير ذلك من الأسباب. فالمهم انتشرت هذه المناظرة، والصوفية يعني كأنما فعلوا شيئا وكأنما يعني كسروا الحق الذي هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن نقول لهم اخسأوا فلن تعدوا قدركم. ما بتعدوا قدرك وانت انسان كذاب. وانا عندي ان شاء الله 7 أو 6 مسائل. ابدا بالمسألة الاولى، وهي شبهات حول تجويز البدعة، وبيسموها البدعة الحسنة. وهذا طبعا المناظرة برضو يا اخواننا شارك فيها المذيع بقدر كبير جدا، وحاول يؤسس فيها لمنهج جماعة الإخوان المسلمين أن يصالح وأن يقرب وجهات النظر وكذا، وده كل يا أخواننا باطل. ربنا قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إلى آخر الآية. فما في موقف وسط بين الحق والباطل، يا نعبد الله ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإما أن نشرك بالله سبحانه وتعالى ونخرج من الإسلام. فهمت؟ بعدين المناظرة مقام بتاع معرفة حق يكون مع الخصم، فهمت؟ أو يكون مع جهة من الجهات تأتي بالأدلة. طيب، قال قال منهج قال لا يمكن أن يكون التصوف بدعة حسنة، لا يمكن أن يكون التصوف بدعة حسنة. طيب، الإزيري قال في تعريف البدعة لغة، قام ذكر لها من ناحية اللغة تعاريف لبعض العلماء، ذكر لها تعاريف لبعض العلماء من حيث اللغة، وأنها ما أنشي على غير مثال سابق. قام جاب له تعريف عشان يؤيد به مسألة البدعة المستحسنة. قال وقال الفيومي في المصباح المنير تكون بمعنى الشيء المستحسن، تكون بمعنى الشيء في المستحسن أي في اللغة. لما ترجع للمصباح المنير تجد كلام الفيومي، قال أبدأ الله تعالى الخلق إبداعا، خلقهم لا على مثال، وأبدعت الشيء وابتدعته، استخرجته وأحدثته، ومن قبل للحالة المخالفة، ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة، وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، ثم غلب استعمالهما فيما هو نقص في الدين أو زيادة، لكن قد يكون بعضها غير مكروه فيسمى بدعة مباحة، وهو ما شهد لجنسه أصل في الشرع أو اقتضته مصلحة يندفع بها مفسدة كاحتجاب الخليفة عن أخلاط الناس إلى غير ذلك. فقال البدعة المباحة، وده كان ممكن يكون شبهة له، لكن برضو ما فيه له شبهة، لأنه قال هي ما شهد لجنسه أصل في الشرع، والأصل إما الكتاب أو السنة أو شنو أو الإجماع. طيب، الغلط يا أخواننا في كان عندهم فرص كثيرة جدا في مسألة البدعة الحسنة، نشأت من عدم تعريف البدعة المقصودة في الشريعة. البدعة المقصودة في الشريعة، قال الإمام الشاطبي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فالجديد
الجديد إذا قصد به العبادة أو نسب إلى الدين كان هذا شنو يا أخواننا؟ كان هذا هو البدعة وهو المقصود بكلام السلف. أما ما كان له أصل في الشرع وأطلق عليه بدعة فهذا يكون من باب البدعة اللغوية، أي أنه أحيى في باب من الأبواب، ولكن ليس مستحدثا بحيث أنه ليس له أصل شرعي يشهد له كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، قال الشاطبي: وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لم تمهد فيما تقدم. فهمت؟ فيقصد بالبدعة يا أخواننا شنو؟ الزيادة في شنو أو النقصان في الدين. طيب، لذلك قال: فإن هناك أدلة من القرآن والسنة، وعند شيخ ابن تيمية قال القرآن آية الحديد، ربنا قال: ورهبانية ابتدعوها. قال ابن جرير، قال راجع تفسير ابن جرير الطبري وتفسير الإمام القرطبي، كل كتب التفسير من غير تحديد، قال كلهم ثبتوا إنه توجد البدعة الحسنة بالآية آية الحديد. جيب القرطبي الجزء 9 فوق الصفحة 169 عشان تعرف الزول ده كذاب، وقبل كده كذب على الناس في معنى قوله تعالى أيضا من سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قال ده دليل على شنو؟ على إنك تقول نظرة يا شيخ، وده معروف، انظرونا امهلونا، لو داير بفتح لك الورقة البعدية لكن خليني معاك هنا. طيب، قال: ورهبانية ابتدعوها، قال الإمام القرطبي: أي من قبل أنفسهم، والأحسن أن تكون منصوبة إلى آخر، بعد ذلك جاب لك المعاني اللغوية. قال: والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وابتدعوا. بعد ذلك قام جاب كلام في 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 هذا المعنى. قال: وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفض النساء واتخاذ الصوامع. قوله تعالى: ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها، قال ابن زيد: إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله. ما أمرناهم إلا شنو؟ إلا بما يرضي الله. وده قال بما رضوان الله، قال ده فيها دليل على البدعة الحسنة، وقال راجع القرطبي. القرطبي ما قال كده، أنت ليه بتكذب؟ سمين كده وتكذب، ليه بتكذب أنت يا أخي؟ ما تكذب يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله شنو؟ كذابة. ربنا قال: ومن أظلم، لأنه ده كذب على الله، ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي شيء، أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فما تكذب على الله، ما تكذب على ربنا سبحانه وتعالى. فهمت؟ وقيل: إلا ابتغاء، الاستثناء منقطع، والتقدير ما كتبنا عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. برضو نفس الكلام أو قريبا منه جاب ابن كثير الجزء 8 الصفحة 36، كل كلام كذب كذب. ودي أخواننا من عادة هذا الرجل المسمى بالإزيري، إما يقوم يقطع لك كلام العلماء أو يكذب على العلماء ويحيلك إحالة، وإنت بتقوم تتخلع بالحفظ وتخلي المعنى بدل تقوم تكتب وترد، إنت بتتخلع بالحفظ بتعزل، يقول لك: وقال فلان المجلد الأول صفحة كده، أو يقوم يديك سؤال ما في الموضوع زي ما سأل الهواري عن النفس، ودي برضو بيعمل أو الروح. فهمت؟ أو جيب لي 5 مواضع وكذا وكذا، أو يقول لك: قل لي ماذا قال الإمام ابن تيمية في المجلد 11 رقم 3، وابن تيمية ذاته ما بكون عارف ما بكون، ما يا أخوانا دي ربنا سبحانه وتعالى كلفني بها إنه أعرف صفحة 3 في شنو. يقول لك: ماذا قال ابن حجر في فتح الباري الجزء 9 صفحة 421، ما بكون عارف. فهمت؟ فده كل أخواننا من الفوضى، ساكت فوضى. طيب، قال: ورهبانية ابتدعوها ابن كثير، أي ابتدعتها أمة النصارى، ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. وقوله تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله، فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، يعني عملوا البدعة قاصدين بها شنو؟ رضوان الله، زي ما أهل البدع بيسووا البدعة قاصدين بها شنو؟
قال ضمباء رضوان الله. عشان كده ابن مسعود في الإنكار على أهل المسجد قال شنو؟ وكم من مريد للخير لم يبلغه. قال والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموا حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين. شوف الزول ده كذاب ومجرم ومحتال بأت درج، فهمت؟ ولقى البلد خلا. قال أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموا مما زعموا أنه قربة أو أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وبعد ذلك ذكر كلام شنو؟ المفسرين. فيبقى كالضاب، الآية دي ما فيها دليل على البدعة الحسنة يا مفتري. طيب قال من السنة في صحيح مسلم، جيبها صحيح مسلم كتاب كبير هذلي، قال الشافعي وكذا والنووي قسم البدعة إلى آخر صفحة 646 أول. أنا بجيب لك كلام العلماء، العلماء صح تلقى غير واحد من أهل العلم بيتكلم إنه البدعة يخش فيها الواجب والمباح والمحرم والمكروه، لكن ما بيقصد بها البدعة في الدين. طيب أنا بديك الكلام للإمام النووي 646. طيب قال الإمام النووي في حديث أبي هريرة أو حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو قال وأنا أحفظ علم الحديث، مش قال مصطلح، لو قال مصطلح الحديث كان نقول حافظ ألفية ابن مالك وكذا أو ألفية السيوطي والعراقي والبيقوني إلى آخر، لكن قال أحفظ علم الحديث. قال وهو من حديث أبي هريرة يا زول ما تلعب يا أخ، ده من حديث جرير بن عبد الله البجلي، فهمت؟ دي أول كذبة من هذا الدجال. حديث من سن في الإسلام سنة حسنة أتكلم لك عنه شيخ مزمل. قال النووي إلى آخره في الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخبر والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قولي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ودي برضو جاب هو. قال وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة، وذكرنا هناك أن البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. نقوم نرجع لصلاة الجمعة. قال قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، يعني بيتكلم عن شنو؟ عن الإنسان يصنف كتاب في الرد على أهل البدع. قال ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك. ومن المباح التبسط في ألوان الطعام وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران، وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء والصفات. يبقى النووي قاصد بالتقسيم ده شنو يا أخواننا؟ البدعة التي ليست في الدين، وإنما يقصد بذلك المباحات، فهمت؟ ولذلك قال الإمام أحمد في أصول السنة، ده كتاب الإمام أحمد أصول السنة رحمه الله أبو عبد الله، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. فيبقى كل هنا باقي على شنو؟ باقي على عمومها، لأنه الكلام في مسألة شنو أخوانا؟ في مسألة البدعة في الدين، البدعة في الدين. طيب قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول بالبدعة الحسنة، وما جاب الموضع، فهمت؟ المسألة الثانية قال في مجموعة الفتاوى الجزء 20 صفحة 136، صفحة 100 مجموعة الفتاوى 20 الصفحة 136 163. طيب قال ابن تيمية بيقول بالبدعة الحسنة.
قال ومن هنا يعرف، نشوف ابن تيمية هو بيتكلم في مسألة من مسائل أصول الفقه، قال ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به. هل ده فيه بدعة حسنة؟ قال ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكره وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة. قال الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماعا وأثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالة أو بدعة ضلالة، وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة، لقول لعمر نعمة البدعة هذه، هذا الكلام أو نحوه، رواه البيهقي بإسناد صحيح في المدخل، ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال إلى آخر. طيب نرجع المجلد 22، المجلد 22 الصفحة 233، فهمت؟ في مسألة قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. أما كلام الإمام الشافعي الرد على ظاهر، قال فما وافق الكتاب والسنة فهو جنو، فهو محمود، وما خالف الكتاب والسنة فهو جنو، فهو مذموم، فده ما فيه دليل على جنو، على السنة الحسنة. بعدين ما قال هو جنو، ما قال هو سنة حسنة، ما قال هو بدعة حسنة. طيب صفحة مسألة بالنية وسؤال وهل في بدعة حسنة وكده، قال فأجاب الحمد لله الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة ليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم أن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم، وقائل هذا يستتاب فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه، وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرا هل يستحب أم لا على قولين، والصواب أنه لا يستحب التلفظ بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرا ولا جهرا، والعبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليس لأحد تغييرها ولا إحداث بدعة فيها، وليس لأحد أن يقول إن مثل هذا من البدعة الحسنة مثل ما أحدث بعض الناس الآذان في العيدين، والذي أحدثه مروان في الحكم فأنكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك، هذا وإن كان الآذان ذكر الله لأنه ليس من السنة، وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا راتبا غير الشرعي مثل الاجتماع على صلاة معينة أول رجب أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان فأنكر ذلك علماء المسلمين، ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس لأنكر ذلك عليهم المسلمون وأخذوا على أيديهم، وأما قيام رمضان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه لأمته وصلى بهم جماعة عدة ليالي، قاعد في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، فهمت؟ قال وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادة لكن لم يداوموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه؟ عشان شنو؟ ما تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة فلما كان عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني الأضراس، لأنها أعظم في القوة، وهذا الذي فعله هو سنة، لكنه قال نعمة البدعة هذه فإنها بدعة في اللغة، فهمت؟ بدعة شنو يا أخوانا؟ في اللغة. فده كله كذب، ابن تيمية ما بيقول في بدعة شنو؟ بدعة مستحبة أو بدعة حسنة. طيب وبرضو ذكر هذا الكلام صاحب عون المعبود نقلا عن ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. طيب برضو إضافة لكلام أخونا مزمل في إلزام الهواري لأن من قال سنة سيئة معناه اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن شنو؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا شنو؟ بذراع. فده زول بليد، فهمت؟ ومتخلف عقليا هذا المدعو الإزيري. طيب المسألة الثانية مسألة الشطح، قال ابن تيمية يجيز الشطح مجلد 11 رقم 74،
وقال لأنه بيعذر عبد القادر برضه عبد القادر الجيلاني، فهمت؟ وقال طيب نشوف الكلام. ابن تيمية بيرد على الاتحادية بيقولوا الخالق جزء من المخلوق وكذا، وجابوا له أحاديث ضعيفة في هذا الباب، فقال دي كلها أحاديث ضعيفة. بعد ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وأما أن يكون الخلق جزءا من الخالق تعالى فهذا كفر صريح، يقول أعداء الله النصارى ومن غلا من الرافضة وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. طيب قال: نعم للمؤمنين العارفين بالله المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة، ولا يعرف حق المعرفة إلا من أدركه وناله، والرب رب والعبد عبد، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات ولا اتحاده به، وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب اختلقه الأفاكون من الاتحادية المباحية الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية، والذي يصح منه عن الشيوخ له معاني صحيحة، ومنه ما صدر عنهم عن بعضهم في حال استيلاء حال عليه ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا يميز ما يخرج منه من القول، ثم ثاب عليه عقله وتمييزه، ثم إذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول ويكفر من يقوله. ديل بيجعلهم شنو؟ من سادات الشيوخ والعلماء. قال: وما يخرج من القول في حال غيبة عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة ولا حكم له، بل القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه، والسكران الذي سكر بغير سبب محرم مثل من يسقى الخمر وهو لا يعرفها، أو أوجرها حتى سكر، أو أطعم البنج وهو لا يعرف، فكذلك. فابن تيمية رحمه الله ما بيتكلم عن تبرير الشطحات، وإنما بيعتذر لمن صدر منه على حال الغيبة وعلى حال غياب الشهود وعلى حال خوفه العظيم من الله بسبب ذكر الله وبسبب القرآن، لا بسبب النوبات وسبب الأحوال الشيطانية. طيب أذكر لك طيب هنا نذكر لك كلام كلام الضيف الله، هو جاب الكلام ده عشان يعتذر في كلام الصوفية اللي هو إنه الصوفية ديل بيقولوا الكلام في حالة الشطح وإنه عقلهم ما غايب. وقال زولا لما يكون غايب يأتي عليه زي ما مات علي ابن الفضيل ابن عياض، كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما قرأ أبوه الفضيل ابن عياض فإذا نقر في الناقور قال فسقط مغشيا عليه. وقع من شنو؟ من سخنة خلاص جيبوا الفتة، من الفتة متوم حمتني النوم، من يا دايم، من يا هو، من يا من شنو؟ من خوف عظيم حتى غلب عليه هذا شنو؟ هذا الخوف. وهذا ابن تيمية برضو زي ما حاقرا لك ابن تيمية بقول ده ما حال أكمل الصحابة، عشان كده قال الصعق في التابعين أكثر منه في الصحابة. وعائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فما يحصل له ذلك. طيب هنا صفحة نشوف الكلام ده، هل جاء بالكلام ده جاء يعني من في حال الغيبة، صفحة 156 علي اللبدي، فهمت؟ علي اللبدي، هل الكلام ده جاء في حال الغيبة؟ الكلام ده نحن بنذكره لك وبعض الناس يقول لك طبعا هذا الكلام يخدش الحياء العام وكده، وهذه شطحات مدسوسة ما في، لا موجودة، موجودة قناة الكوثر، كتاب برنامج قراءات من الطبقات بيستدل به، الكتاب ده بيستدل به عبد المطلب الفحل، عنده برنامج بيجيبوه الساعة 11 وقت صناعة الويكة بيجيبوه في وجهه، فهمت؟ بيقرروا للشباب في جامعة الخرطوم وفي غير، تقول لي ده في حالة الغيبة؟ طيب قال: ولد بسنار وأبوه رجل مجذوب سارح مع الصيد، له هدهد وشعر عانته مغطي عورته فلأجل ذلك سموه اللبدي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع الاستحداد وقال خمس من الفطرة، هل ده غايب طوالي؟ انت غايب طوالي موس ما لاقتك، فهمت؟ ده هوس يا زول، ده كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى.
لسه دقيقة أنا محضر كلام ده شنو ده؟ فهمت؟ ملكوا الكون 33 سنة، فهمت؟ وين ملكوا الكون؟ أفتح ملكوا الكون. قال بيتكلم صفحة 143، قال أولياء الله الكمل إن لله ثمانية أولياء كمل، أربعة باليمن وأربعة بالسودان، فكف عن ذكر الذين باليمن ثم قال أما الأربعة الذين بالسودان منهم الشيخ ضفع الله ابن أبي إدريس رضي الله عنه، اسمه عند أهل الله مصوبنا الحضرات، وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. طيب الكلام ده يا أخواننا جاء في حالة غياب عقله. طيب ليه وزارة الإرشاد والأوقاف والمجلس الأعلى الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين وإصدار رقم 33 شطحت، وأحمد بن إبراهيم ابن الجبيل مؤلف سراج السالكين وغيره مؤلفين كمان نفرين ده شطحوا. طيب قال وإلى آخر، قال ومنهم الشيخ قال ومنهم وينه قال ومنهم الشيخ الطيب ابن البشير رضي الله عنه، ربنا ملك الكون 33 سنة لم يضيع فيه جناح بعوضة. طيب لسه أنا عندي قرايات، النصرة العلمية 356، الملائكة بتعصي الله في حلقات الشيوخ، وده برضو غاب، ده غاب برضو. النصرة العلمية صفحة 356 ليورا 356. طيب 356 قال إكرام الأولياء بإحياء الأموات، قال وقد وقع على يد كثير منهم كالشيخ حسن ابن حسون رضي الله عنه فإنه قد أحيى الميت من بعد التقبير. الكلام ده يا أخواننا وقع شطح، الكلام ده وقع شطح. أزاهير الرياض الصفحة 134، الصفحة 134، الصفحة 134 عن ولي اسمه عبد الله باعلوي، عبد الله باعلوي جاء واحد وانشد له أبيات وده قام تواجد وقال له وسأل لي الله، والمريد بعد ذاك قام مات. قال وانتقل إلى رحمة الله وشيعه صاحب الترجمة وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه. والكتاب ده الإزيري قال طبقات والضيف الله ما عنده أساند، والضيف الله قال قعد في حلفاية الملوك وما مرق منا، كيف يكون لف السودان؟ ما زي كتاب شيخنا عبد المحمود نور الدايم، فهمت؟ قال ما زي ده ذكر بالأسانيد. طيب هنا قال وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر، فسئل عن ذلك فقال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله باعلوي، فتعجبا لذلك ثم سألاه أيضا فأجاب بذلك، فقالا يعني الملائكة مرحبا بك وبشيخك عبد الله. ده برضو قالوا في حال الغيبة، ده كفر بالله واستهزاء بالملائكة. طيب ولذلك برضو قام ابن تيمية قال الشطحي قال الجزء 10 صفحة 339، الجزء 10 صفحة 339، وبرضو قالوا لزيرك، وده قالوا بتاع المداخلة اسمه محمد عبد الله ساكن الوحدة ولا غيره، المهم برضو قال نفس الكلام 339. وهنا يا أخواننا ابن تيمية رحمه الله بيتكلم عن العبارات اللي اصطلحوا عليها الصوفية من الفناء والبقاء والشهود وكده، وبقوم بفصل معناها، بيقول المعنى الذي أرادوا به الإخلاص والتوكل على الله ده حق، والمعنى الآخر فهو باطل، فهمت؟ فهنا ابن تيمية قال الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور، أحدها فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك، قال فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص، وهو في الحقيقة عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال، وليس لأحد خروج عن هذا. وديل اللي اتكلم عنهم ديل اللي اتكلم عنهم ما هو ابن تيمية رحمه الله بيتكلم عن المعاني وبعد ذاك بيفصل فيها، بعد ذاك بيذكر لك الناس اللي بيتكلموا بالمعاني دي.
اللي تكلم المعنى اللي تكلم به ده شرح ابن تيمية، ده ما كلام واحد من الصوفية لا من القدام لا من الجداد، ده كلام ابن تيمية نفسه، فهمت؟ فابن تيمية رحمه الله هنا بيقول لك انه المعنى بتاع الفناء اما يكون مقصود به التوكل والعبادة، وقال وهذا حق صحيح وهو محض التوحيد، فهمت؟ اذا قاصد به كذا. اما معنى ثاني بيقصدوهم ده هنا جابوا الثالث، قال فناء عن وجود السوي، بمعنى انه يرى ان الله هو الوجود وانه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره، وهذا القول والحال للاتحادية والزنادقة من المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات وأنه لا وجود لغيره، لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكما قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإنهم لو أرادوا ذلك لكان ذلك هو الشهود الصحيح، لكنهم يريدون أنه هو عين الموجودات، فهذا كفر وضلال، ربما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ، عرفت؟ فابن تيمية بيتكلم لك عن ألفاظ الصوفية، بعد ذاك بيتكلم لك إنه المعنى الحق ده شنو؟ ده ما فيه إشكال شرعي، والمعنى الباطل قال لك ده فهذا كفر وشنو؟ وكفر وضلال، فهمت؟ وبرضو الصفحة القبلية صفحة 340 قال ويحكم على هؤلاء الناس، نفس الكلام اللي ذكرناه في المجلد الجبيل، قال ويحكم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة، بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمرا محرما، وهذا كما قلنا في عقلاء المجانين والمولهين الذين صار ذلك لهم مقاما دائما، كما أنه يعرض لهؤلاء في بعض الأوقات، كما قال بعض العلماء ذلك في من زال عقله حتى ترك شيئا من الواجبات، إن كان زواله بسبب غير محرم مثل الإغماء بالمرض أو أسقي مكرها شيئا يزيل عقله فلا إثم عليه، وإن زال بشرب الخمر ونحو ذلك من الأحوال المحرمة أثم بترك الواجب، وكذلك الأمر في فعل المحرم، وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة، وده الداري أول شنو؟ ده الداري أول الإزيرك، قال ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة بل هم في الخاصة مثل الغافل، يعني ده غاية لو خلاص تبع زرناه، قال بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف الظاهرة، وقال فيهم بعض العلماء هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وترك أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب، فهمت؟ فهمت؟ فده ما فيه دليل على شنو؟ على أنه تتأول الكفر بتاع الصوفية. جيب أزاهير الرياض، تعالي تأول لي الكلام ده، صفحة 75، لا كتاب رياض الجنة، معلش رياض الجنة الصفحة 75. طيب قال بيتكلم عن أذكر إلهك رب العرش، قال وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع ناشئ منها على الراس، لما تعاطى أهل العلم صاحبهم حال الجنون فيا ويح الشج الحاسي، غابوا ففاه بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراس. قال لك الكلام شنو؟ الكلام ده قال ما يتابع عليه، لكن ده قال مدح القول اللي قاله ده البرعي، مدحه وقال هذا القول يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي، بدل ما يقول على الأقل غلطان والكلام ده يا أخواننا الزول زي الغافل وزي المجنون زي ما قال لك ابن تيمية، قال شنو؟ قال يا له شنو؟ من عارف كاسي، وده عبارة عن كافر شماسي. قال وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس، طوبى لمن ذاق منها رشفة غسلت ما حاك في الصدر من ران وأدناس. يعني قال لك الكفريات اللي بيجيبوها في حال الغيبة دي اللي بتزيل الران، دي اللي بتزيل شنو؟ الران، وده كله كذب
وباطل ما أراده شيخ الإسلام. مسألة السكر نقل أخونا مزمل جزاه الله خير. طيب لما يتعصر بقى يقول الشعراني الشعراني قال في المقدمة الكلام ده متسوس عليه. أول حاجة الهواري في المناظرة ما جاب له كلام الشعراني ما جاب له، لكن هو دار يصر للمجتمع إنه إنسان حافظ، وزي ما قال يقول العبد اللطيف خادم العلم الشريف، زي بتاع علوي المالكي ذاك بتاع مفاهيم يجب أن تصحح، خادم العلم الشريف، فهمت؟ وده إنسان مجرم ومستهبل. طيب قال الشعراني مدسوس، طيب وانت قبل اعترفت بأزاهير الرياض وقلت عنده سند، طيب نجيب أزاهير الرياض صفحة 134 أزاهير الرياض، فهمت؟ شيخك يا لزيرك ده شيخك، فهمت؟ أنا ما أعرف لو بينفق تاني يوديك وين أكثر من كده، لكن نفترض إنه ده شيخك، ده شيخك طبعا شيخك. قال ونظير هذه الحكاية، قام جاب حكاية قال حدثني الفاضل ابن فقيه الآخر الأغبش قال مرضت، الأغبش قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يئس كل الناس من حياتي، فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي، فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم يقول لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه، فرجعوا عند ذلك. دي وقت ما لقى لا دليل عبد المحمود، وقت شاف الكذب كبيرة جدا. قال ونظير هذه الحكاية، طبعا الملائكة ما بيشوفهم إذا حضرت ميت من الأموات إلا أن تكون أنت الميت، ربنا قال فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طيب قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمة سيدي الشيخ محمد الشربيني، جيب الشعراني صفحة 488 نفس الكلام، انت فاهم؟ ما هو أصلا توثيق الكتاب، إما المؤلف يقول الكتاب ده موجود في كتبه أو ينقلوا عنه تلامذته أو ينقلوا عنه الناس اللي عندك موثوقين، ولا تقول لي برضه زاهر الرياض كان في المناظرة ما مدسوس، لكن وقت انتوا خشيتوا معانا في الرد بقى مدسوس. طيب صفحة محمد الشربيني قال شيخ طائفة الفقراء بالشرقية كان من أرباب الأحوال والمكاشفات وكل كذب ساكت، وكان رضي الله عنه يتكلم على سائر أقطار الأرض كأنه تربى فيها، فهمت؟ قال ورأيته مرة وهو لابس بشتا من ليف وعمامته ليف، يا أخي ما يمكن يكون لابس ولا عمامته ده نعمل به شنو؟ قال ولما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحي قال له الشيخ ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ، فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعف وعاش بعدها 30 عاما، فهمت؟ غير أنه ده كفر، ده يدل على أنه محمد المنتصر ماله كذاب 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 افتري. طيب توثيق أيضا لأزاهير الرياض والضيف الله صفحة 21 ما بنحتاج نفتح ذاته، بيجابوا برضو النصرة العلمية، النصرة العلمية جيبوا هنا الصفحة 282 الصفحة 282 ما بتقدر تنكر، ما أصل شيء أنا منكورة إلا تنكر تنكر بس، أو تقول هؤلاء صغار وكذا، ربنا قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ما بخليك والله ما أخليك، ويا ليتنا ندخل إلى تلك القنوات، فهمت؟ من غير مكيف بنخش، أقطع الإضاءة برضو بنخش، أقفل النور برضو بنخش، بشيل معي بطارية، فهمت؟ طيب قال صفحة 282 قال سيدي تنكروا، وده سيد شيخك عبد المحمود ده سيد وعديد سيد، فهمت؟ قال سيدي قال الإمام الشعراني رضي الله عنه في الطبقات الكبرى في ترجمة سيدي محمد الشناوي، أفتح الشناوي صفحة 483 تزوغ وين؟ أنت موهوم ولا جنو؟ دار تزوغ أنت قلنا أنا شال أبل ولا بتاع؟ أفتح البتاع هناك. طيب أي ما لازم تجيب الكتب، فهمت؟ لازم تجيب الأدلة، ولازم المجرم ده تردعه وترزعه وتنجمه. ابن تيمية رحمه الله وقت ناظر البطايحية، البطايحية وقت تكلم عنهم قال كان بيطيروا في الهواء، تخيل انت بتناظر ذول مش قاعد معك في الكرسي، ده طاير فوق وبتناظرك، وقال بيخشوا في النار. ابن تيمية رحمه الله قال انا اعرفهم اصحاب حيل، قلت لهم ندخل يدنا في الماء الحار وفي الخل ثم ندخل ايدينا في المصباح فمن احترق فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، فهمت؟ فابن تيمية قال ورفعت بها صوتي، انت قال كونك تكسر صوتك وكذا وتتخاذل هل ده من الادب؟ ده ما من الادب يا اخي، انت اتخلعت بس، ده ما من الادب، فهمت؟
فابن تيمية رفع صوته لغاية ما ديلك قالوا نرجع إلى مذهب ابن تيمية. ابن تيمية قال لهم ترجعوا للكتاب والسنة. فهمت؟ والحاكم في الزمن ذاك اللي كان غاشينه الجماعة ديل تابوا، قال لهم الناس ديل نسوي لهم شنو؟ قال لهم يتوبوا إلى الكتاب والسنة وأنا عافي لهم. طيب قال ذاك جابوا هناك في النصرة العلمية، وقال أيضا قال وكان رضي الله عنه يلقن الرجال والنساء والأطفال ويرتب لهم المجالس. نفس الكلام جابوا بتاع النصرة العلمية في مسألة بيعة النساء. فهمت إنه النسوان يخشن في الطريقة ونحذر النساء. طيب قال طيب نمرة اثنين قام أنكر طبقات والضيف الله، أنكر كتاب طبقات والضيف الله، وصفحة 356 ذكرناها قبل في إحياء الموتى نقل عنه النصرة العلمية. صفحة 356 الصفحة القبيلي، فهمت؟ صفحة 356 بعد ما قال إنه حسن وتحسون أحيى الميت، قال كذا ذكره الجد السيد الشيخ أحمد الطيب قدس سره في شرح المسمى كذا، وكذلك الفقيه محمد النور ولا الضيف الله في طبقاته، في طبقاته، فهمت؟ فده نقلوا سيدك تنكروا ليه قدام الناس؟ ليه تنكروا؟ تنكروا ليه؟ أنا بوريك بينكروا ليه. طيب تاني في المسألة دي قام الهواري جاب له مسألة إنه الشيخ تزوج الأختين، ومعروف الآية من سورة النساء ربنا قال في المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين. ده قام قال له لا يا أخي، أصلا الأختين هن بنات خالات وتطلق الأخت مجازا. طيب ربنا قال في سورة القصص قالت لأخته قصيه، هنا مجازا. موسى عليه السلام أمه قالت لأخته شنو؟ قصيه. طيب نرجع لكتاب قصة ود الهميم صفحة 120 عشان تعرف إنه الهواري والله ما قرأ الكلام ده وما جاهز للمناظرة، ما جاهز، عشان كده أنت لذلك ما تجي جاهزين. هسي لو دايرة نبدأ رح نبدأ ما بتقدر. طيب قال ديشين قاضي العدالة، ولد بمدينة أربجي وكان شافعي المذهب وكذا، وسمي قاضي العدالة ليه؟ قال لأنه فسخ نكاح الشيخ محمد الهميم، وذلك أنه في حالة الجذب الإلهي. شوف الجذب ده قديم، يعني جذب ننجذب، ننجذب عرس ال 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 البنتين والأختين وكده، ولا يبقى باطل، ودي زندقة وده لعب وده ما يؤخذ منه حكم شرعي ولا يتابع عليه الإنسان، ويعتبر هو في حالة بتاع الجنون وحالة بتاع غياب عقل وما مكلف في هذه الحال. قال زاد في نكاحي من النساء على المقدار الشرعي وهو أربع، وجمع بين الأختين، تزوج، مش جمع بين أختين بتاعين راجل واحد، مرتين. المرة الأولى تزوج بنات أبو ندودة الاثنين في رفاعة، الاثنين تاني أكدوا عليك كيف يا بليد. طيب قال وجمع بين بنات الشيخ بانق الضرير كلتوم وخاضم الله. فهمت؟ تقدر تنكر دي مجازا؟ خاضم الله مجازا؟ اسمها كلتوم تكون مجازا كيف؟ فهمت؟ فده زول كذاب ومفتري. عشان كده يا اخواننا الكذاب لازم تكون معاك الوثائق موجوده، لازم تكون قاعده موجوده. بعد ذلك قال ما من كرامه في كتاب طبقات الضيف الله، قام المذيع عصره قال له يعني مدسوس؟ قال له لا ما من كرامه الا ولا دليل من الكتاب والسنه. كده يجيب صفحه 116 اشوف دي دليل اجنو. طيب صفحه 116 في درجات الاولياء الشيخ ادريس قال درجات الأولياء على ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. فالصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. فهمت؟ ولو طرت في الهواء ومشيت على ظهر الماء ما بناخذ بكلامك حتى ننظر في حالك أتتبع الكتاب والسنة أم لا، كما قال الإمام الشافعي. وأما النطق بالمغيبات فده كفر بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ربنا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ربنا قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. طيب قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن ف
فيكون جيب لنا على دليل دي أمرق لنا على دليل. قام بتاع الكباشي في التلفزيون ده مدسوس والضيف الله الطبعات جامعة الخرطوم والدار السودانية للكتب تلفون 78-0-31 وبرقية وشارع البلدية وصندوق بريد 24-73 إلى آخر ورغم إيداع وغيره طبعته دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر وطبع طبعة ثالثة في بيروت يوزع في ود مضوي في مدني ثلاثة طبعات دي كلها نفترضها غلط فهمت؟ طيب أجابه في قناة النيل الأزرق وقال أبويا الشيخ ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون على لسانه دي تقدر تجيب لها دليل؟ ده كان شاطح؟ شاطح وين ده؟ فده كل أخواننا كذب وتلبيس على المسلمين في عقيدتهم. طيب المسألة الثالثة من الكذب طبعا في كلام كثير جدا في 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 باب الكذب وتوثيق هذه الكتب دي كتب ثابتة فيك فهمت؟ دي ثابتة سيك سيك معلقة فيك دي فهمت؟ إلا التوب إلا التوب لربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للتوبة وديل يتبرأ مما فيها ويقول أن هذا الكلام وإن ثبت بالأسانيد الصحيحة أنه باطل وكفر وخروج عن الإسلام وأن الإسلام هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة حتى بعد ذاك نحن نقوم نخليك أنت ونحذر من كلامك القديم. طيب المسألة رقم ثلاثة قال ابن باز كفر بلال ابن الحارث ابن عمر وشيخ مزمر رد لك على مسألة تكفير منه تكفير بلال ابن الحارث قبيل في فتح الباري وكله كذب وانا ما اعرف الزول الدول كتاب ما داير اقرا ليه وقال شفته قال له اقرا وشفته ولغايه نهايه الحلقه هسه ممكن اشغلها لك لغايه ما الكاميرا دارت تقفل هو شايل الكتاب كذا ماسك الشغلانيه. طيب قال هنا برضو قال انه ابن باز بيكفر ابن عمر اول حاجه كذاب وما حافظ الشبهه الشبهه ما في ابن عمر في ابن باز عليه رحمه الله وانما الشبهه انها تنسب لشيخ الاسلام ابن تيميه قيل انه كفر ابن عمر في مجموع الفتاوى مجلد الأول صفحة 281 الزول ده كذاب كذب عجيب وده أخواننا منهج الصوفية عبد المحمود نور الدائم برضو في النصرة العلمية نفس الطريقة في كثير من المسائل الدارية الصليه بيقوم يقطع كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويلصق في عنوان من العناوين التي يخترعها هو ويزعم أن هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 280. طيب قال ده الكلام وهو أشار له إشارة الكلام من بدايته وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير بيتكلم عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أماكن وقف فيها أو قال فيها أو شجرة مر النبي صلى الله عليه وسلم من تحتها وأن هذا ليس من جنس العبادات وإنما حصل ووقع اتفاقا وقع اتفاقا. قال وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورآه مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل دي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزل لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر ابن الخطاب كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة ابن سليمان التيمي عن المعروف ابن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان
فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. فهنا ابن تيمية بيتكلم عن أن المسألة دي بدعة، واستشهد عليها بكلام عمر في ناس معه في السفر، لا في ابن عمر وإنما في ناس كانوا مع عمر بن الخطاب، وقال ده ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن مسعود ولا معاذ بن جبل، وكان عمر ينهى عن ذلك. ها قال: وهذا من جنس البدع. إلى أن قال ومن هذا، قال: وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة تنازعوا في ذلك. ومن هنا ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة، فإن هذا لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال، جاب كلام ابن عمر بعد ذاك علق عليه، قال: بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف: إنه لا بأس بي أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. يعني قال ده من المسائل شنو يا أخوانا؟ من المسائل شنو؟ التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا يكفر بها المخالف، ولو كان لزيرك ذاته إذا كان مسألة شنو؟ مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، فضلا عن أن يكفر ابن عمر. وابن تيمية رحمه الله عنده رسالة في الباب ده اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طيب الصلاة يا أخواننا بعد المحاضرة إن شاء الله. طيب فده كله كذب على هسينا في تكفير يا أخواننا، قال كافر ده زول كذاب ومفتري. مسألة إنكار صلاة الفاتح برضو أنا يعني شيخ مزمل جاب صفحة تانية، أنا أجيب الصفحة ذاتها بتاعت جواهر المعاني آخر كتاب تحت، وقام صفحة 114 دار يزوغ من صلاة الفاتح. وقبل كده زي ما نبهنا أحد الأخوان قال دي قال ابن كثير، فهمت؟ وهذا الكلام بين إنه ابن كثير نقل رواية وما فيها ذاته إنها تعدل القرآن ولا ثلث مرة ولا حرف واحد من القرآن. وبعد ده قال: وقد نقل شيخنا أبو الحجاج المزي تضعيف هذه الرواية، برضو قال سنده شنو؟ ضعيف. طيب قال: وأما فضل صلاة الفاتح، الكتاب ده بتاع علي حلازم، فهمت؟ جواهر المعاني، وبهامشي كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. طيب مطبعة دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي صفحة 114. قال: وأما فضل صلاة الفاتح لما أغلق إلى آخره، فقد سمعت شيخنا رضي الله عنه يقول، هو قال الإسناد منقطع، وعلى حلازم قال سمعت شيخنا. لما ترجع طبعا عامل فوق حافظ شنو علوم الحديث، لما ترجع الباعث الحثيث بتاع الشيخ أحمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، شرح مقدمة في وصول الحديث لابن الصلاح، فهمت؟ الشهرزوري. فهنا سمعت ذي العلماء قالوا من أقوى ألفاظ السماع ومن أدلها على التصريح في السماع. فهنا قال سمعت معناه شنو؟ معناه شنو؟ معناه من الشيخ ده إسناد ولا ما إسناد؟ إسناد. قال: وإما مؤولة. طيب قال شيخنا رضي الله عنه يقول: كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق حين رجعت من الحج إلى تلمسان، لما رأيت من فضلها، وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في ورد الجيوب. وقد ذكر صاحب الوردة أن صاحبها سيدي محمد البكر الصديق نزيل مصر وكان قطبا رضي الله عنه، قال أن من ذكرها مرة ولم يدخل الجنة فليقبض صاحبها عند الله. يعني قال أنت لو قال أنت ذكرت صلاة الفاتح وما خشيت الجنة أقبض صاحبها عند الله. طيب لو ما لقيته لو ما لقيته دي كيف تبقى زي حقة حمد المنتصر ولا شنو؟ طيب
قال وبقيت أذكرها إلى أن رحلت من تلمسان إلى أبي شمعون ولا سمغون، فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات وكلها بدع، قال تركت الفاتح لما أغلق واشتغلت بها، وهي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم لما رأيت فيها من كثرة الفضل، ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل القرآن ست مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبيرا أو صغير، ومن القرآن ست ألف مرة لأنه من الأذكار. فهمت؟ قام الإزارق قال الأفضلية لا تقتضي المزية. طيب المزية معناها شنو؟ سؤال يا الإزارق، المزية معناها شنو؟ ها؟ معناها تميزت بشيء، ها؟ وصارت لها هذه المزية بأنها تميزت عن القرآن بشيء، ودي كمان كفر أكبر، ها؟ زي ما قال داري شنو كده ما عارف يكحلها، قام شنو؟ قام طبزها. يا زول أنت ما تتورط، فهمت؟ ما تقعد تكذب، كذاب، فهمت؟ فاتح لك الغنوات وكذاب، تنكر ليه؟ ليه تنكر؟ أنت ما تجيبنا ناكرة مالك؟ فهمت؟ المهم قالوا الشغالة تمشي كده. طيب قال وده طبعا يا أخواننا كفر أكبر من كفر أحمد التجاني ذاته، لو قلت المزية معناها فيها حاجات في القرآن شنو؟ ما في. طيب المسألة الخامسة التأصيل للسحر. الإزارق قال مسألة آهية وشراهية، لأنه قام الهواري قرأ له كلام فيه كردهي شمهروش وكده وسهسهوبي وكده، ودي كله أخواننا ده كله كلام بتاع سحر مش؟ فقام قال له الإزارق داري أصل للمسألة دي، قال آهية شراهية، راجع القرطبي في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، قال هذه لغة قومه، زي قال الإنجليزي يا أخوان، قال هي اسم الله الأعظم بلغة قومه. قال يا أخوان الإنجليز ما قاعدين يدعوا الله، والفرنسيين ما قاعدين يدعوا الله. طيب هل يا أخواننا ده قاعد يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه اللغة ولا دي اسمها بتاع السحر؟ أديني كتاب البرهانية صفحة 15-16، كتيب صغير. أيوة هدلي. طيب نشوف هل الكلام ده بلغة قومه. طبعا هنا جايب لك صورة محمد عثمان عبد البرهان، وده جزء من القصيدة الحكوها لك جبيل، يشار إلي بالبنان متوجا وإني فخر الدين في كل حضرتي. طيب صفحة 15-16، هل ده بيتكلم بلغة قومه؟ هل نحن السودانيين لغتنا آهية وشراهية؟ ها الختم والبرهاني وغيره. طيب قال التحصين الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد إلى آخر، اللهم إني أسألك بالعرش والكرسي والنور الذي عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه، وأن تكفيني شره من يقدر علي ولا أقدر عليه، يا من بيدي ملكوت كل شيء أنت عالم به وقادر عليه، تحصنت بالحصن الذي أسسه الله، صورة لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله. ها دي زي القصيدة بتاعت الأخوان المسلمين، أنا المسلم، فهمت؟ قال مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فضل إلا يقول وجهك دي لله. طيب قال من أراد لي سوءا خذله الله همسا، دي بلغة منو دي؟ لمسا، لموسا، مأمونا، أنا الأسد سهمي، نفذ منه المدد، لا أبالي من أحد بفضل قل هو الله أحد. طيب وتاني صفحة 19-20، هل ده بلغة منو ده؟ ده بياتوا روتانا في السودان مثلا، ضناقلة، محس، الفاويين، ها أهلنا في الشرك، هل ده من لغته؟ من في جوبا في غيره؟ ده رندوق بتاع صوفية يا زول، ده دين بتاع سحر. طيب قال عن الحزب الكبير، ده الحزب الكبير ذاته. طيب قال شنو كده؟ ما عارف يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ألف لام ميم نو فلو فلوو عما نوو ثم لوو
عما نووا، فعموا وصموا عما نووا. بعدين بتلاحظ انه في كلمات من القرآن مش قال فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا لا آلاء إلا آلاؤك يا الله ثلاثة. فده كل أخواننا من شنو؟ من السحر، من السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ها منها شنو يا أخواننا؟ السحر. طيب برضو هنا برضو كضاد نعلق عليها سريعا، مسألة السادسة إنه قال للأولياء بيجلسوا مع الله، يجلسون مع الله لما جاب له الكلام. وقال ابن تيمية شيخك، ابن تيمية شيخك يقول الأولياء يمكن يجلسوا مع الله. قال النبوات جزء واحد صفحة 234 قال ابن تيمية وكذلك يوحي، لأنه في وحي قال لغير الأنبياء، وكذلك يوحي إلى غير الناس. استدل إنه الولي قال عنده وحي بآيات، وأوحى في كل سماء أمرها. هنا في الولي بيقعد مع الله؟ ها؟ ما في. قال وأوحيت إلى الحواريين، فيها دليل إنه الأولياء بيقعدوا مع الله. وحديث عمر لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون فيكم في أمتي فعمر، ده فيه دليل على إنه الأولياء بيقعدوا مع الله، فهمت؟ ده كله كذب وباطل. الإزيرك سألوا عن مصادر التشريع، قال الكتاب والسنة وكلام التابعين وأولياء الله صالحين، وده كله أخواننا كذب. الصوفية من مصادرهم الكشف والإلهام، زي ما قال البرعي ولقد رووا حديثا صح عن مختارهم من غير شنو؟ واسطة البخاري ومسلم. وهنا صلاة التجانية قال وجاءني رسول الله شنو؟ يقظة لا مناما، وداه شنو؟ صلاة الفاتح وغيرها من البدع والضلالات. وإنه الولي ينظر في اللوح كشفا وإلهاما وغيرها من الوجه والذوق. يعني زول يشوف الحاجة دي الظريفة يقول لك رأيك شنو في الأذان يكون بين الأذانين في الصبح والظهر؟ بس يعني كده حاجة ظريفة يقول لك رأي ده ذوق اسم انت قال الذوق معناه شنو؟ يقول لك يعني ما فيها حاجة. انت ده دليل يا زول؟ ده من مصادر التشريع عند الصوفية، فهمت؟ ولذلك نحن بنقول يا اخوان بنقول انه المسائل الاثارة الازيرك هي مسائل قديمة جاء بها قبل الازيرك، قبله جاء بها الكوثري، وجاء بها ابو غدة، وجاء بها علوي المالكي، وجاء بها زين دحلان، ودير كلهم والسقاف وجاب عليه والسبكي، ورد عليه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، ورد عليهم بشير السهسواني في كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. ونحن دارين التلفزيون ده يفتحوا لنا عشان نعمل صيانة السودانيين من وسوسة الصوفية المجرمين، فهمت؟ يفتحوا لنا القنوات. فدي دعوة للصوفية إلى مناظرة، فهمت؟ نأتي فيها بالكتب ونأتي فيها بالأدلة، ويكون الكلام أمام الناس. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإذنه متكفلون بما يأكله الإزارق من الناس يوميا، ده بندفع له اليومية بتاعته، بندفع له المذيع ذاته بندفع له، لكن امسك الزمن ما عنده شغلة بالأزلة، تمسك الزمن بتاع الكاميرا بنديه حقه، بنأجر الكراسي وبنأجر الاستوديو، فهمت؟ الكهرباء حقت الليلة كلها بندفعها للقناة. دارين معاكم مناظرة أن يحشر الناس ضحى. أما تمشي يا إزيرق ويا غيره تمشي تقول الكلام سب، أو ديل ناس صغار، أو ديل ما ظهروا في التلفزيون، أو غيره من الكلام، أو هؤلاء الشباب طعنوا في الأولياء، أو غيره، ده كلام ما بنجيك أمام الناس. ودي رسالة للشعب السوداني أن يكون شعبا واعيا، شعبا مسلما متمسكا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة إلى جميع السودانيين، جميع السودانيين، متى ما وجدت الإزيرك في كوكب الأرض أو في جبل قاف أو في جبل إسكندر أو في الزريبة أو في شكانيبة، أعمل لنا معه مناظرة بإذن الله سبحانه وتعالى، نبين لك الحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأقدم أخونا الشيخ أبو بكر.
وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.